السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقدم لكم في هذا الفيديو مجموعة من نيازك الكوندرايت، تضم تشكيلة الكوندرايت بمختلف أنواعها وأشكالها. نيازك الكوندرايت هي نيازك حجرية تختلف نسبة الحديد فيها على سلم من 1 إلى 4 درجات. نيازك الكوندرايت تأتينا من حزام الكويكبات الرئيسي، وهي تعتبر المادة الأولية لتشكيل الكواكب التي تتكون منها المجموعة الشمسية. نيازك الكوندرايت سميت بهذا الاسم نيازك الكوندرايت أو النيازك الحبيبية نظرا لوجود أجسام كروية صغيرة على شكل حبيبات تتكون من السيليكات. هذه الميزة موجودة فقط في نيازك الكوندرايت. على سبيل المثال سوف نحاول أن نريكم هنا الحبيبات هذه. نعم، هي هذه الأشكال الدائرية التي ترونها في هذا النيزك. هذه تعتبر شوندرول، وهذه شوندرول، وهذه شوندرول. هذه الحبيبات الكروية هي الميزة التي تربط بين جميع نيازك الكوندرايت التي تأتينا من حزام الكويكبات الرئيسي، وتأتينا أيضا من حزام الكويكبات الرئيسي ولكن من كويكب مستقل، هو كويكب فيستا نيازك الأوكرايت. بنية النيزك النشيزية تختلف تماما عن نيازك الكوندرايت. مثلا هذا نيزك أوكرايت، وهو قادم من كويكب فيستا، وهو أحد الكويكبات الموجودة في الحزام الرئيسي للكويكبات. هذا أيضا نيزك أوكرايت، وهو من رداء أو من قشرة غلاف كويكب فيستا. هنا 5 قطع، لأن النيزك عندما يرتطم بالأرض فهو يرتطم بشدة ويتجزأ إلى أجزاء عديدة، لكن هذه الأجزاء تمثل لغز أحيانا، لكن غير من يعني أنه لا يصعب حله على الخبراء في علم النيازك. كما تشاهدون تشكيلة رائعة من النيازك، سوف يتم الاحتفاظ بها هنا، وسيتم عرضها على أي شخص يريد مشاهدتها إن شاء الله. سوف نحتفظ بها ولن يتم بيعها إلى الخارج. هذا نيزك كوندرايت، لكن من خلال تحليلنا له يبدو أنه سقط منذ مئات السنين، وقد تعرض للصدأ، ونشاهد لمعان جزيئات الحديد والنيكل فيه، لأن هذه المادة التي تتكون منها هذه النيازك هي عبارة عن المادة الأولية التي تشكلت منها المجموعة الشمسية، يعني أنها نيازك تحتفظ بأصالتها، لم تتأثر بالأكسدة مثل ما تعرضت له الصخور الأرضية، وبالتالي فنحن ندرس مادة طاجزة تعتبر هي المادة التي كونت المجموعة الشمسية. شكرا على المشاهدة، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله.